هادي يكون كبيتي ليها الماء سميت كرام قبيله كتقلب على الماء كبوا ليها كب ليها الميه كب بلاتي عادي بلاتي كتعطيها تولد تعالي تعالي اخويا تعالي تولدي تعالي تعالي تولدي تبارك الله الاخوان اللهم بارك تبارك الله تبارك الله هذا يلاه زيد سميت كيك يلا زيد شحال تكون عندو عندو شي شهر تبارك الله الله يبارك اذا بسم الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام من داخل وخارج الوطن تحياتي لكم كبيره من ارض قيصر الاخوان واليوم الاخوان حنا عند الاخ اليوم الاخوان حنا عند الاخ عادل ان شاء الله اليوم الاخ الاخوان اول مره غادي يدوز معنا على القناه البقرات الاخوان راه ما عليهم هضره غير بغينا نبارطاجيو معكم الاخوان تبارك الله نوريكم الخيرات ديال البلاد الله يبارك اذا تحياتي الاخوان من داخل وخارج الوطن اليوم ان شاء الله الاخ عادل اول مره غيصور معنا فيديو جديد بتاريخ الاخوان 7/11/2024 تحياتي الاخوان الله ييسر الامور جميع المعلومات كما العاده انا ما تنسونيش بهذيك الجيمه الاخوان الله يجزيكم الخير اللهم يسر ولا تعس اللهم بارك زيد ابو عادل زيد زيد زيد, زيد, زيد. زيد 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 تبارك الله الاخوان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تبارك الله بو عادل كي داير بخير كلشي مزيان امور هانيه الله يبارك فيك الله يطول عمرك الله يطرح بك الجنه خويا الله يحفظك تبارك الله خويا عادل ان شاء الله دابا انت اول مره غادي نصوروا معك ان شاء الله باذن الله نتمنوا ما تكونش اخر مره ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الله يودي الله يودي اخويا عادل الله يودي بالي لك حولي عاقل تبارك الله عاقل تبارك الله اخويا عادل بغيتك تقول للاخوان انت بالضبط فين كاين لان اول مره خص الاخوان يعرفوك فين كاين اقليم سطات جمعة قيصر بني ياكرين اي تبارك الله اش غيشوفوا الاخوان في هذا الفيديو اخويا عادل كاين واحد 67 راس 67 حوليه اسنان الحليب درار راه مع جحول العلم لله صافي الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة صافي ورا الحولية راه باغا تعمر الحولية كتنقز على بعضياتها دابا كتعمر كاملة داك الحولية كتنقز على بعضياتها قلت لي 67 السعرة ديال الدراوش 67 حولية 67 حولية اللي كاينة هنا والحوالة كاينين جوج حوالة جوج واخا نديو شي بلاصة فين نحوزوها باش تبداو تشدوا الإخوان يشوفوا مرحبا أييه والنقطة اللي عجبتني الإخوان السي عادل عندك سد الباب سد الباب سد الباب وحوزوها هنا نحوزوها هنا الدراري هنا جات الصورة مزيان النقطة اللي باش عجبتيني اخويا عادي قلت لي هي سلعة الدراوش سلعة ديال الدراوش سلعة ديال الدراوش وحنا كنا دراوش خويا عادي والله يحشرنا مع الدراوش تبارك الله على خويا عادي الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة تبارك الله الاخوان غادي نتكلوا على الله الاخوان اللهم بارك الحولية يا الاخوان كما قال لكم الاخ عادل الاخوان تبارك الله حولية حنا قال لك عير دراوش وكنتعاملوا مع الدراوش تبارك الله الله يبارك صافي تلقى هي تلقى هذيك ما كاينش مشكل يعني حنا دراوش كنتعاونوا مع الدراوش صافي الله يعطيك الصحة إذا الإخوان الأخ عادل قال لكم اللي بغى وحدة بغى جوجات بغى ثلاثة مرحبا وألف مرحبا اللي بغاها جملة السي عادل تا هو مرحبا أي تبارك الله اللهم بارك الإخوان تبارك الله أيه تبارك الله اللي شديتها أخويا تلقى وعاود جيب وحده للإخوان يشوفوا أيه باش الإخوان أيه تبارك الله الإخوان اللهم بارك الأخ عادل الإخوان راه سلعة ديال الدراوش سلعة الدراوش الله يعطيك الصحة الأخ عادل الإخوان من الديبار قال لك أخو قال لك أخو كما سمعتوا الإخوان قال لك الدرار أنا ما نقول لك لا درار لا والو حوالا راه معاها العلم لله العلم لله هذا هو كلام معقول هذا هو كلام معقول اخويا عادل شي حتى المتابعين اللي كيتفرجوا فينا اخويا عادل ملي كيسمعوا السيد اللي كيعرض الحولية ديالو وكيعطيهم يعني داكشي صريح راه حتى الناس كي فهمتيني كتدخل ليه الخاطر وكتعجبو كيقول لك الناس السيد فيه المعقول فهمتيني وحنا الاخوان كما كتعرفونا راه الناس راه لا ما كانش شي واحد فيه المعقول راه انا بعدا انا الاول ما نصورش معاه ولو كيكون فيديو اشهاري الاخوان ولكن راه خصني كنقلب لكم على المعقول ومع من التام بالنسبه لبيعوا شراء الاخوان بيعوا شريو انا نشوف لكم يا خويا عادل انا نقلب لهم على الناس اللي معقولين وبالنسبه لبيعوا شراء يبيعوا ويشريو انا ما عندي غرض الاخوان أي السلعة قدامكم الإخوان اللهم بارك وزيد في ذلك تبارك الله الإخوان 67 حولية وجوج حوالة خويا عادل العيب والو العيب ديالي براش العيب ديالك الله يعطيك الصحة كما سمعتوا الإخوان الأخ عادل خويا عادل دخلتي معنا سخون أخويا بحال حافظ بحال دابا يسمعك شي واحد غيقول لك أول مرة يقول لك حفظتي يا رشيد هذا الشيء يقول ها ياك ما قلت لك والو الله يعطيك الصحة ودي عادل كما الإخوان زعما كيقول لك الإخوان كيقول قاصح أحسن من كذاب ياك عادل
قاصح حسن من كذاب. والشي ملي كتكون قاصح والرزاق الله، ملي كتكون قاصح المتابعين كتعجبهم الناس، كتعجبهم ملي كتعطيهم الصراحه، كتعطيهم الديطاي صافي كتعجبهم، كيقول كي السيد فيه المعقول. حتى لا تعاملت معاه من بعيد صافي السيد راه من الديبار كيعطينا داكشي اللي كاين تبارك الله. الاخوان بالنسبه للعيب قال لكم الاخ عادل ديالو، كانت شي وحده فيها شي حبه ولا شي حاجه والو عادل. كاينه وحده براش فيها حبه وباريه وحده نوريو الاخوان. عرفتي علاش اخويا عادل؟ انه يقدر يتواصل معك شي متابع كاين مثلا في اكادير او في وجده او في فاس او في مراكش او هذا، خاصو يكون شايف الفيديو اشنو الحوليات اللي فيهم، فهمتيني؟ ملي كتوريه هذه راه كانت فيها حبه ولا شي حاجه ترى وصلت عندو السلعه، كيكون هو راه شاف هذه الحوليه راه فيها واحد سميتو وباريا. تتشوف اخويا عادل واش بدا لينا، احنا نبقاو مع الحوليات هنايا باش المتابعين ديالنا يشوفوا مزيان. تبارك الله اللهم بارك تبارك الله الله يبارك. عرفتي علاش كنقلب الاخوان؟ كنقلب على شي ركطه، كنقلب على شي ركطه بانت لي واحد الوحده فيها واحد الطبه في ظهرها، ولكن راه باقا موضره لي ما عرفت فين زادت. تبارك الله انا هاي هاي سي عادل، هاي لقاها، هاي الاخوان، هذه الاخوان ملي كنقولوا حوليه، هذه باريه ملي كنقولوا الاخوان حوليه وغادي نكسبوها، هذه راه ما بقى عليها والو، ما بقى عليها حتى شي حاجه راها باريه. ولكن الاخوان الاختيار كيبقى لكم نتوما اللي غادي تشريو، انا ما نقول لكم حتى حاجه، انا نعرض لكم الحوليه تشوفوها. اللهم بارك. الناس اللي كندخلوا عندهم كيكونوا ناس مزيانين، ناس معقولين، هذا هو اللي تسالوني الاخوان. تبارك الله اللهم بارك. نشوفوا الحوالة اخويا عادل، شوفوا مبارك اييه حوالة حوليات الاخوان. تبارك الله خويا عادل، الحوليه شحال تكون عندها الحوليه؟ ياك كاينه ما بين 7 8 شهور، هذا هو الجهد ديال الاخوان، هذا هو الجهد 7 8 شهور الاخوان. هذا الحولي راه اثني، هذا اثني من العيب ما فيش خويا عادل، العيب راه ما كاينش الاخوان، ما فيش ها معقوليه وعاقله هي راه الشوق ويلا الاخوان. ملي جيت قبل ما نبدا نصور كيبان لي عاقل حاضر راسو الاخوان زاكي زعما. تلقوا خويا عادل خليه يمشي، تلقوا عاقل الاخوان، دقه دقه عليه تبارك الله. نشوفوا هذاك الخروف الاخر فين هو، شدني الخروف الاخر الاخوان، ها هو هو هذاك خويا، ها هو الخروف الاخر الاخوان، هو هذا هو تبارك الله. هذا الاخوان راه باين غيكون غا سنينات الحليب هذا ياك خويا، هذا الاخوان سنينات الحليب، سنينات الحليب الله يبارك، سندوري عد... وسندوري هي سنينات عدو بيضات تبارك الله الله يبارك تبارك الله. دخلها خويا دخلها باش نبارطاجيو مع الاخوان الاثمنه ان شاء الله باذن الله. تبارك الله الاخوان اللهم بارك تبارك الله. خويا عادل اللي عجبتني في هذه الحوليه هذه هي اغلبيه ديالها فيها القراره وعندها ديك في عينيها كما قلت لك قالوا راه سلعة الدراوش، سلعة الدراوش وهذا كاين دابا امتى غنقولوا سلعة الدراوش؟ تنسمعوا الثمن اخويا عادل اللي غنسمعوا الثمن اللي غنعرفوا واش ديال الدراوش ولا ديال الناس اللي راه دابا الناس كيحكموا. هاي اخويا عادل اللي كنقلب عليه، هاي 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 الركطه الركطه شدني الركطه، هاي هاي الاخوان الركطه سبحان الله العظيم. الاخوان هادشي اللي جاني العام جاني على هاد الركطه هادي سبحان الله العظيم، ولكن الاخوان الله يعمرها دار صراحه، الله يعمرها سلعه. ها هي الاخوان، ها هي شتوها، ها هي الزين تبارك الله. تو عادك تجي هنايا باش نشدوا لها واحد، ها هي الاخوان، ها الرقيطه، ها تبارك الله الله يعمرها دار الاخوان هاد الركطه صراحه تبارك الله اللهم بارك. صافي تلقى خويا، خويا عادل بالنسبه للثمن عاطينك ولا كتطلب؟ عاطينا 54 البارح، 54 معطى الاخوان اللي عاطينو، عاطينو 2700 درهم ليا، 54 الف ريال الاخوان. واللي بغى شي حاجه راه مرحبا. وشحال قطعتي اخويا عادل؟ كنقولوا 56 جبل. كيقول الاخوان 2800 درهم الاخوان. بالنسبه للاخوان الرقم ديال الاخ عادل راه عبر الشاشه، تواصلوا معاه وان شاء الله يكون خير. حوليات خويا عادل عندك زوينات مقورات تبارك الله اللهم بارك. الحوالة اخويا عادل عاطينك فيهم شي؟ هذاك اخويا عاطيني 7000 درهم، هذا اللي 5000 درهم، هذا الاخوان هاتني، هذا الاخوان اللي جاي ها هو عاطينو 7000 درهم الاخوان. والاخر الاخوان هذاك سن، هذاك مو سنان الحليب، جيب خويا هذاك سنان الحليب الله يحفظك، هيا جيبو جيبو وقفو حدا هذا، جيبو جيبو حداه جيبو حداه. مول هاد مول هذا الاخوان هاتني عاطينو 7000 درهم، وهذا الاخوان سنان الحليب عاطينو 5000 درهم ياك خويا عادل. هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين براش. تبارك الله اخويا عادل تبارك الله عليك، جيب اخويا جيب انا جيب انا تبارك الله الاخوان اللهم بارك. الرقم الهاتف الاخوان ديال السي عادل غتلقاوه عبر الشاشه
تواصلوا معاه، وكما سمعتوا راه قال لكم الاخوان اللي بغى وحده بغى جات بغى خمسه اللي بغى كل. المهم الاخوان راه الرقم ديالو عبر الشاشه، تواصلوا معاه والله ييسر الامور الجميع. تبارك الله، اللهم بارك. خويا عادي الرقم اللي غيتواصلوا معاك به الاخوان يسمعوه من فمك نيت 06 62 41 80. تبارك الله على سي عادل، طلبوا من الله الله ييسر لك امور. تحياتي للاخوان من داخل وخارج الوطن. هنا الفيديو ديالنا كيساري مع الاخ عادل الى الملتقى ان شاء الله باذن الله. اللهم يسر ولا تعسر.